بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم أسرار التنزيل، والسورة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي سورة غافر. وسورة غافر تجتمع مع سور أخرى تعرف بآل حاميم، هذا كله تمهيد قبل أن نعرض الآيات التي نحن نريد أن نميط اللثام عن سرها. نقول سورة غافر بعدها بست سور تأتي سورة الأحقاف. ما بين سورة غافر وسورة الأحقاف سور فصلت، والزخرف والشورى والدخان والجاثية ثم الأحقاف. هذه السور كلها مبدوءة بقول الله جل وعلا حاميم، فتعرف بسور الحواميم، وبتعبير أصح عندي أرجح وهو أن تقال آل حاميم، يقال آل حاميم. هذه السور مكيات. إذا قلنا مكيات علمنا أنها خلت غالبا من التكليف من التشريع أو الفقهيات، وإنما تدور موضوعاتها حول العقيدة والبعث والنشور وذكر أنباء السابقين من الأمم قبلنا، حتى يكون في ذلك عظة وتثبيت لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم. الآيات التي نحن نريد أن نتحدث عنها وننيخ المطايا حولها قول الله جل وعلا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فرعون بعث إليه موسى وهارون فلم يقبل الدعوة. من آل فرعون من آمن بموسى، وهذا يدل على أن دين الله جل وعلا ليس مقتصرا على فئة دون فئة، وأنه حق أبلج ونور مشاع، كل أحد على الفطرة قابل أن يقبل ذلك النور بصرف النظر عن موطنه، عن زمانه، عن مكانه، عن قبيلته، عن عشيرته. فكما كفر فرعون آمن بعض آله. قال الله: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. هذه الجزئية التي نريد أن نقف على سرها، هي تعلمنا بأسلوب القرآن كيف الإنسان يدعو إلى الله. يجب أن نشعر من ندعوه إلى الله أننا نحبه، وأننا نرغب كل الرغبة في أن يؤمن، وأننا نفرح كل الفرح إذا تاب وعاد وآب إلى ربه. فهذا المؤمن من آل فرعون يقول لفرعون ومن معه من جنوده كقارون وأتباعه، يقول: فمن ينصرنا، هذا استفهام، من بأس الله إن جاءنا. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وأنت تعلم أن بأس الله إذا جاء لن يأتي على هذا المؤمن، لكنه بطريقته أشرك نفسه مع قوم فرعون حتى يشعر بهذا الأسلوب واختيار هذه العبارات والألفاظ أنه منهم، وأنه خائف وجل عليهم، وأنه يريد بهم الخير، وحتى لا يظنن خصومه وأعداؤه في بلاط فرعون أنه موال لموسى. وهذه من الحكمة والسياسة الشرعية التي جاء بها الدين. قال: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ثم بعد ذلك قال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. إلى أن قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. حتى إذا ماذا اختار؟ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. أحيانا تأتينا أسئلة يسألنا الناس: كيف يقول الله عن الظالمين بأنهم هلكوا، ثم يقول عن نبيه يوسف حتى إذا هلك وينسوا
ولا يتدبر السائل أن الله ساق هذا اللفظ على لسان مؤمن فرعون وهو يخاطب فرعون وآله قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك. هو لا يريد أن يشعرهم أنه يثني على يوسف، لا يريد أن يشعرهم أنه مؤمن بموسى، لا يريد أن يشعرهم إلا أنه واحد منهم، لأن يوسف وموسى من بني إسرائيل وهو قبطي من سكان مصر الأصليين، فلا يريد أن ينحاز في الخطاب وإن انحاز في المعتقد ومال بقلبه إلى شريعة الله وما جاء من الحق، لكنه يختار عبارات تبقي على سرية إيمانه وعدم كتمانه، وتبقي على الأمل في أنه يمكن ويتأتى له أن يهدي الناس. لكن من أتى للناس بالصوت بالسيف وحده لا يمكن أن يؤمن الناس. قال حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، لما يقول بعدها كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، يكون لهذا الوقع وإن كان شديدا يكون له قبول في نفسه، لأن السامع سيوازن ما بين الكلمات التي فيها الشدة وما بين الكلمات التي فيها الرقة. وهذا هو منهج وهدي القرآن في دعوة الناس، أن الإنسان يجمع ما بين الترغيب والترهيب، يجمع ما بين الترغيب والترهيب. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من ومسرف مرتاب. إذا اكتفينا بهذا في إمارة اللثام عن السر فإننا نستطرد علما، وهذا من حقك علينا في قضايا حول هذه الآيات. من أعظمها أن يوسف عليه السلام هو السبب بعد الله في دخول بني إسرائيل أرض مصر عندما اشتراه العزيز، فأول من وطئت قدماه أرض مصر من بني إسرائيل هو يوسف، ثم تسبب يوسف في قدوم أبيه وإخوته، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش، وخرج بنو إسرائيل من أرض مصر بعد أن أمر الله جل وعلا موسى أن أسري بعبادي ليلى إنكم متبعون. في تلك الحقبة أنت تعلم أن يوسف هو الأول من بني إسرائيل دخولا إلى مصر، وموسى هو الأول خروجا. من هذا يفهم أن هناك زمن ممتد ما بين يوسف وموسى. تقول الروايات الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في إحدى غزواته مر عليه الصلاة والسلام على أعرابي، هذا الأعرابي أكرم رسولنا صلى الله عليه وسلم، والنبي من سجيته الوفاء قال يا هذا أي أعرابي تعاهدنا ائتنا حتى نكافئك. الأعرابي بعد دهر مرت به حاجة فاقه قدم المدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلوات الله وسلامه عليه سلني حاجتك يا أعرابي. قال الأعرابي أسألك شاة وأعنزا يحربها أهلي. فطلب الشيء الملتصق ببيئته، فانتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف من الأعرابي ليعلم أصحابه. قال عجز هذا الأعرابي أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فسأل الصحابة ما عجوز بني إسرائيل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن يوسف لما حضرته الوفاة، هذا موضع سياق الشاهد في هذا الخبر، إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ العهد على بني إسرائيل أن يأخذوا عظامه أي جسده معهم إذا تركوا أرض مصر. فلما أراد موسى أن ينفذ أمر الله ويأخذ بني إسرائيل من مصر ويتجاوز بهم البحر، قال له أحبار بني إسرائيل ذكروه بعهد يوسف وبما طلبه منه، فقال لهم موسى ومن يعرف قبر يوسف؟ فقالوا لا يعرف قبر يوسف إلا عجوز فينا. فجاء بالعجوز فقال لها موسى دليني على قبر يوسف. فقالت لن أدلك حتى تؤتيني حكمي أي شرطي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون مرافقتك في الجنة. فالآن تأمل الفرق في الطلب بين الأعرابي الذي طلب أعنزا يحلبها أهله وبين هذه المرأة التي طلبت مرافقة نبي الله موسى في الجنة، والناس يتفاوتون.
في هممهم، في مطالبهم، في غاياتهم، فيما ينشدونه، وفي كل من المؤمنين خير كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم في باقي الخبر أن العجوز قبل موسى شرطها، ودلتهم العجوز على قبر يوسف فأخذوه معهم، والحديث صحيح. الذي يعنينا من هذا كله، نحن ذكرناه استطرادا على قول الله جل وعلا حكاية عن مؤمن آل فرعون، حتى إذا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فقول الله جل وعلا هنا لن يبعث الله من بعده رسولا دليل صريح على أن يوسف كان رسولا، وإن كان خبر يوسف في سورة يوسف ليس فيه إشارة واضحة على أنه رسول. اللهم إلا ما كان من قوله يوم أن كان في السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، لكن هنا في سورة غافر جاء النص الصريح على أن يوسف عليه السلام كان رسولا لبني إسرائيل. الوقفة الثالثة في هذه السورة المباركة مع قول الله جل وعلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. نحن نعلم أن هناك اسما لله أعظم، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فبعض العلماء يقول هذا الاسم هو الله لفظ الجلالة ولهم أدلتهم، وبعضهم يقول إنه الحي القيوم ولهم أدلتهم، وبعضهم يقول إنه هو الحي لا إله إلا هو. الحي لا إله إلا هو أي هذه الآية التي بين أيدينا الآن. ما السر أو الطريق أو السبب الذي من أجله قال بعض العلماء هذا؟ هو أن الله قال بعدها هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فقالوا إن فعل الأمر هنا فادعوه قرينة شبه ظاهرة على أن اسم الله الأعظم هو الحي لا إله إلا هو. والحي اسم من أسماء الله الحسنى، وحياته جل وعلا صفة من صفاته الثابتة اللازمة له، ويقال في تعريفها حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. حياة ربنا جل جلاله لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، سبحانه وبحمده هو الكبير المتعال. إذن بهذا كله أيها المبارك نكون قد حررنا ثلاث آيات، آيتين تتعلقان بمؤمن آل فرعون في قوله فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا حتى نعلم السبل المثلى والطرائق الحكيمة في دعوة الناس، وفي قوله حتى إذا هلك نحتاج أحيانا إلى أن نبعد عننا عن أنفسنا التهمة، نحاول أحيانا أن نحافظ على المكتسبات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وفي قول الله جل وعلا هو الحي لا إله إلا هو، فالله جل وعلا يحب من عباده أن يلحوا عليه في الدعاء، وليس هناك هدي يعلمنا بحق كيف ندعو ربنا مثل القرآن ومثل سيرة وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. فالمؤمن الذي يعرف الله يثني على الله يمجده بما هو أهله، ثم يسأل حاجته ويبين فقره إلى خالقه وحاله وتقصيره بين يدي ربه تبارك وتعالى، ثم يختم ذلك بحمد الله والصلاة على نبيه، يكون ذلك أرجى في قبول الدعاء. هذا ما تحضر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله في إصرار التنزيل عن سورة غافر التي هي إحدى سور سبع من سور أو سور آل حاميم المبدؤة كلها بقول الله جل ذكره عز شأنه حاميم، والله المستعان وعليه البلاغ.